السلام عليكم خواتي، ان شاء الله راكم بخير. مرحبا بكم في حلقه جديده، في عدد جديد من البرنامج تاعنا عقليه دي زاد على قناتكم بير تي في. خواتي، الموضوع تاع اليوم راح نهضروا على موضوع مهم ياسر، هما الكبده تاعنا. راح نهضروا على الابناء، على المراقبه تاعهم، على الحوادث هذوما تاع الاختطاف والسرقه والقتيله تاع الدراري الصغار. هذا هو الموضوع تاع اليوم. وكيما على بالكم خاوتي، الظاهرة هذه تفشت ياسر في المجتمع. هزينا الكاميرا ورحنا سقسينا الآباء والأولياء الأمر هذوما، قلنا لهم اسكو توصي ولدك تقول له رد بالك كي تخرج لبرا، اسكو تقول له ما كيجيك واحد ما تعرفوش ما تهدرش معاه، ما تحكمش من عنده حاجة هكا. يعني كانت الإجابات تاع الوالدين كامل كانوا يقولونا بلي نوصوهم، خطاك الوقت هذا راه تبدل، مش كيما بكري كانت النية وكانت البركة وكانت الناس تخاف ربي سبحانه. قلت كيما ديما نوصوهم ديما نوصو. بصح يعني الحاجة اللي شوكتني ان كي درنا كاميرا كاشي تاع مع تعاملنا مع الاطفال، لقينا باللي الكلام تاع الوالدين سير قالوا لهم، بصح الكلام تاعهم ما استوعبوش الاطفال هذوك ودراري صغار. نروح نمدلو حاجه كابا قدام لا بوليس بطريقه زعما فيها خوف، ومن هنا يجي يهز الحقيبه نورمال وما يخافش على روحه، ما يخافش انه يتخطف، يروح الانسان مجهول، الانسان ما يعرفوش. هذه يزيد نعاود ناكد للوالدين، ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم. كي توصي مرة واحدة ما تكفيش، وصيه وفهم ودخله الفكرة باه يستوعبها أكثر وأكثر. خطرك على بالنا بلي الوالدين يحبوا أولادهم وما يحبوش الضر لأولادهم، بصح مراقبة الأبناء راهو الواجب والمسؤولية تاع الوالدين خوتي. اختطاف الأطفال ظاهرة نقدروا نعتبروها دخيلة على مجتمعنا الجزائري، واللي معروف بالتمسك العائلي والعلاقات الاجتماعية ديالو المميزة، إلا أنه في الآونة الأخيرة بينت أنه هذه الظاهرة انتشرت ويمكن أنها تكبر وتولي أخطر في حالة ما إذا ما تحركش المجتمع المدني مثل الجمعيات المسؤولة على نشر الوعي، دون أن ننسى دور الأسرة الكبيرة، حيث أصبحت الأسرة الجزائرية تعاني من كابوس اسمه اختطاف الأطفال، حالات من الرعب نتيجة سلسلة حالات الاختطاف اللي طالت فلذات أكبادهم. هذه الظاهرة اللي طالما اعتبرناها دخيلة على مجتمعنا عادت بقوة إلى واجهة الجرائم، فأصبحنا نسمعها ونتعايش مع واقعها عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومع الشارع وفي التقارير الأمنية التي ركزت عليها مؤخرا كثيرا. البداية تاع ظاهرة الاختطاف اللي انتشرت في الجزائر كانت على وقع حادثة اختطاف الطفل ياسين بوشلوحة من أمام بيت منزله، واللي كان يسكن في بلدية برج الكيفان شرق العاصمة، واللي تعود هذه الحادثة إلى عام 2008، واللي لم تتمكن مصالح الأمن من فك شفرتها أو معرفة لغز الطفل حتى بعد فترة من عملية البحث والتحري. جرائم الأطفال هذه تكون بدايتها أسباب شخصية بدافع الغيرة مثلا أو الحصول على ميراث أو ما شابه. والآن شوفوا باللي الصحف والجدران ممتلئة بأخبار اختطاف الأطفال واكتشاف عصابات ومنظمات تدير هذه العمليات بأجندات وأهداف مختلفة ليس منها بالطبع مصلحة الطفل المختطف. ولادك كي يخرجوا في البرة توصيهم كي يجيه مثلا يجيه واحد يبعث معه حاجة تقول له ما تحكمش من عنده ولا شوف يا أخي، والله ممكن كل جهة وجهتها. أنا كي نقول لي أنا مربي ولادي لأنه راني مدير مدرسة، باش نزيد نقول صاحب نوصيهم على الخير، حتى لو كان عيط لواحد يقول له هاك دير لي مثلا الصاشية هذه وصلها لنا ناكل ولا وصلها هذه، كنقول له روح احنا ما عندناش الأمورات هذوما. شوف ديما نحط في بالك الشيء اللي كتبه ربي راه واحد لحد، اذا كان ولدك كتب لك ربي باش يوصل هذاك يدير الخير ويتخطف من ثم راك ما تنجمش ترده. يعني انا درك ما ديت نروح ولا ما نروحش يا اخي هكذا. توصيهم كي يجيهم واحد غريب لبرا تقول لهم رد بالك، تحكم من عنده حاجه ولا تدي من عنده حاجه ولا تهدر معاه ولا ما توصيهمش؟
شوف الاخ الكريم، حنايا ليديكاسيون سي تري سي تري امبورطون بور نو. حنا موالينا ربونا، على كل حال انا عندي بابا استاذ وربونا احسن تربيه ونشكرهم، وان شاء الله واش ربونا والدينا نربوا ولادنا. وليدات كما كانوا صغار كيجوا خارجين، اسكو توصيهم ردوا بالك من واحد غريب يجيب لكم حاجه ولا لا؟ سير ما تركبش معاه، تعرفوش ما واحد يقول لك نعرف باباك روح معاه، ما تروحش معاه، هذو حاجة دارة هذه. مي دوك هذه تنحات هاد العادات هذو تنحاو دوك، ما بقاتش ثقة، ما بقاش ثقة، فاميلتك وما ديرش فيه ثقة، ولادك ما تقدرش على كولوني فاكونس وما تبعتهمش. وهذه من الواجب، الإنسان اللي عنده عائلة شابة ونظيفة ومتربية اللي جاب أولاد، البداية هذه هي، يوصي وليداته، يوصي بنته، يوصي اللي في العائلة كاع يوصيه. يوصي العائلة نتاعو ثاني ما تفتحش الباب لأي واحد. اسكو كنت توصيهم تقولي لهم ما ديروش ثقة كي يجيكم واحد غريب يهضر معاكم ولا لا؟ ايه كنت نوصيهم ونقول لهم ما كاش اللي يحبكم من غير باباكم ويماكم، وبالك على روحتكم وما ديروش الشر. لأن المجتمع ممكن فيه مخاوف هكذا معينة. توصيه ديما توصيه ولا وصيته مرة ولا تحرص تحرص؟ ايه حتى في المدرسة يوصيوه وفي المسجد في الجامع يوصيوه. توصيهم تقولي لهم كيجيك واحد غريب اسكو تقولوا ما ديرش فيه كونفيونس ولا تقول لهم نورمال؟ بكري كانت الامان، ما عندناش هذه تاع ما ديرش الامان في هذا ولا في هذا. ديجا ولادنا كانوا يلعبوا لا ماغين لا كورد، يلعبوا مع الجيران في الحومه ووقت المغرب يطلعوا، دونك ما كانش هذا الخوف بكري الحق. اسكو ولادك يكونوا خارجين في النهار توصيهم تقول لهم ردوا بالكم يجيكم واحد غريب ما تعرفوش وهكا؟ سي نورمال. على الشيء اللي رانا نشوفوا فيه يكفي، هم يتفرجوا فيه ولادنا تلفزيون في جرايد. عملية الاختطاف هذه بين شرق غرب وسط ما خلات حتى واحد. ارحم بابا دي هذه، انا السيد هذاك من الكاسكيطه، انا رايح ندير الكاب هذاك من الكاسكيطه. ايوا خليها عندك. السلام عليكم. هوا شكون هذا؟ هذا كل شكون هذا؟ السيد الخشيب ورا هذا. بصح انت ما خفتش كنت تكون فيها حاجه ممنوعه تجيبها؟ ها معليش علاه جبت؟ ها هروح انا نصيحه. صح نصيحه. لا قلت كي يمد لك واحد حاجه تاكد منها، بالك يمد لك حاجه ممنوعه، بالك يمد لك مخدرات، بالك يمد لك سلاح. اوكي خويا هاي الكاميرا قول لهم صحيتهم. صح ادي لي ادي لي هذا في الكاب يا حبيبي. وين هو؟ ها فوق مركز كذا. هذا السلام عليكم. دقيقه صقسي حبس في ساعتين. شكون عطاه هذا؟ هذا ها هذا اللي قال لي عليها المركز كذا. بصح انت ما خفتش تكون فيها حاجه هذه؟ ها صح تكون فيها مخدرات ولا سلاح؟ صح ولا لا؟ صح. على على ما على ما قلتلوش لا؟ حشمت هروى ولا تحقق ان شاء الله. هذيك الكاميرا قول لهم صحيح. صحيح. انا وين راك منا؟ يا خلاص طير طير عطي عطي له عطي له هذه خليني نروح. عطي له عطي له هذاك برك خليني ولا غلط؟ انا جاي. صح اختي عطيتي له الساشي هذاك مجموع. انا هذا يعني راح اجي. خليها 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 خليها. وكيف على حكمتها من عندك؟ ها؟ على حكمتها من عندك؟ هو اللي قال لي. ها؟ هو اللي بعثها. هو اللي بعثها معاك؟ ايه. بصح انت ما خفتيش لو كانت تكون فيها حاجه ما فيها سلاح ولا مخدرات؟ اه. ها؟ ما خدتش بالي باريزون كي بعث معاك حاجه ويقول لك راح نخطط يخطط في الدراري. تسمعي بها مادام اللي يخطط في الدراري صغار ولا؟ ها؟ وعلى ما وعلى ما قلتيلوش لا؟ حسبت لي نورمال. ها؟ حسبت لي نورمال. حسب فيها نورمال؟ لا لا المره الجايه ان شاء الله نروح ندور. فهمتي؟ المره الجايه كيبت معاك حاجه هاي كاميرا. فهمتي؟ كيبت معاك حاجه قولي لهم لا ما نعرفش ما نحكمش. فهمتي؟ هاي قولي لهم صحيح. صح. يا حبيبي وينك رايح؟ وينك رايح؟ منا وينك رايح؟ منا. اه نعطيك هذاك تديها له. اه قول له اسمع بالك عليها. اه شكون هذاك؟ اه
وعلى حكمتها من عندهم؟ ها؟ على حكمتها من عندهم؟ وانت باباك كي تكون خارج في الدار ما يقولكش ما تحكمش من عنده، تعرفه انت؟ اه ما تعرفوش؟ صح باباك ما قام وصاكش قال لك كي يمد لك واحد ما تعرفوش ما تحكمش من عنده؟ قال لي. وعلى حكمت من عنده؟ نسي. ولو كان هذه يظهر فيها السلاح ولا لا دروغ مخدره ها؟ ولا مو اللي عطاها لي. تقول لهم هو اللي عطاها لي؟ لا لا هكا تولي عندك مشاكل. سمع بهم هذوك الدراري اللي يخطفوهم، سمعت بهم؟ عاب كيف هكا يخطف؟ مرة جاي كي يمد لك واحد تحكم من عنده ولا لا؟ ها ما نسيتش تحكم، هاي اللي في الكاميرا شوف. فهمت؟ ما نسيتش تحكم، قولهم صحيت. دقيقة معليش، عندي واحد ساكودو فيه واحد الأمانة، تديه لصاحبي هنا. ما باليش فيها، ما نقدرش نديها. معليش ما فيها والو، نورمال شوفيها خفيفة، ما نديها. ردي خفيفة. ها وغير أنا ماشي بعيد، هما يعيطوا لي. والله ما نقدرش نديها، ما باليش فيها. ما تعرفينيش أنايا؟ الحومة تكون مالها. ما عرفتش فيها. ما فيها والو خفيفة، اديها غير هذاك السيد اللي معايا. ما نقدرش نديها. شوفي ها بعيد ولا ماشي بعيد؟ بعيد. معليش صحتك صح. دقيقة أنا جاي يا حبيبي، أدي أديها معك هذاك هذاك أدي أدي أنا رايح أديله معك الكابة صاحبي هذاك أديه أديلك صاحبي أنا رايح بالك يا كريم. دقيقة أصبر شو دقيقة وش بيك صاحبي نسقسيك قولي بالك حاجة مقبل كي قلت لك أديه له على ما مش أديه له ودوك على تديه له باسكو دوكا عاد يا حبيبي لا خويا صافا صافا حبيبي علاه ما حبيتش مرة ولا تحكم من عنده ها السلام عليكم خويا السلام عليكم علاه ما حبيتش تحكم من عنده الكاب ها حبيبي يا علاه ما حبيتش تحكم من عنده وشنو هذيك عطاها لي استعرف بيك مستعرف لا لا خفت داركم وصا وقالوا لك ما تحكم من عنده هذا اه ومهما واحد يجيب لك حاجه ما تحكمش من عنده انت وي يعطيك الصحه هذه حاجه مع الاول خف ما حبيتش نحكم عليه ومن بعد كي شفتك على البنت كريم الجانك ياه نحب هذيك الاغنية تاع الله ربت وحده قصفوا ضربوا دمروا اسرائيل فلسطين ولات حرة ان اسف كذبت افريل من مجيء 8 مارس نبعث هدية ماركة نهنئ حكام العرب مبروك عيد المرأة لا ربت وحده ضربوا قصفوا دمروا اسرائيل فلسطين ولات حرة ان اسف كذبت افريل كل ما يجي 8 مارس نبعث هدية ماركة نهنئ حكام العرب مبروك عيد المرأة كانوا رقدين كامل ناضوا مخلوعين داروا قيام الليل ليلة هروب الزين عادوا يخافوا من المولى ويخدموا بكل وضوح يصلوا الأوقات الخمسة بصح بدون وضوء شوفوا خاوتي واحد كي يجي من عندكم كش واحد عمركم ما تربدوا عليها الكعبة بالك يسرقكم بالك شما يدي الكعبة هذه ظاهرة خاوتي احنا نحبه ولا نكرهه الناس اللي رام يديروا فيها رام قلوبهم كيما نقولوا تاع شر ناس اشرار صح خطرك كاين اللي فيهم يدير يختطفوا دراري صغار هذوما عجل تجارة بالاعضاء البشرية يروح يبيع كيما نقولوا اورغان تاع طفل صغير ولا بزنس بيه على جال دراهم يقتل روح ويزهق روح كاين اللي على جماعة اللي يستعملوها للابتزاز ولا الانتقام واحد عنده معاه مشاكل يقول لك نجيبها في ولاده ولا نجيبها في الذرية تاعو ولا كاين جماعة هذوما السحور ما خلوناش في الدنيا حيين يسحروا فينا اولادنا يسحروا فيهم ربي يهديكم انتم راكم ربي يهديكم وخلا كان يستعملون اغراض تاع السحر هذوما يعني وحنا المسؤوليه تبقى والواجب نقولوه للوالدين عس ولدك وراقب ولدك اكثر واكثر واكثر ومراقبه الابناء مش غير في الجهه هذه تقدر تعدي حتى الجانب الالكتروني الجانب العالم تاع الانترنت هذا خطرك كان وحوش بشريه وحوش ادميه وراء كل بروفيل وراء كل واحد يهضر مع وليدك حتى في الانترنت تراقب شوف وين يروح مع من يروح الاصدقاء مع من يدور شكون هما اصحابه وين راه يقرا وش يحب الميولات تاع ولدك يعني مراقبه الابناء هي يعني تساهم بنسبة كبيرة في المصير والمستقبل تاع وليدك خاوتي ما نطولش عليكم وإن شاء الله ما نكونش كنت ثقيل عليكم طلعوا لي في رواحكم صحة في طوركم سلام هل أرى سالما منعما وغنما مكرما موطني